الدوليه في هذا الموضوع ديال اتفاقيه بودابست 2018 وقعنا شخصيا في السيد الوزير. كاين اتفاقيه ديال بودابست 2018 اللي وقعنا في المجلس الاوروبي في السنه بدايه السنه الفارطه، وحنا غادي نصدقوا عليها الان وغادي تبقى ملزمه لنا فيما يخص بالجرائم الالكترونيه. راه الصحافه في المغرب فيها نوعين، فيها الصحافه المعقوله والجديه والنزيهه واللي عندها حضور، وكاين هذيك الصحافه اخرى عفاكم ما تهتموش بالخزعبلات. الفريق الوطني هناك من يريد ان يسيء اليه، وهو شرفنا وشرف المغرب، وهذيك الاشياء ما خصهاش تمس بينا، وهذوك الناس فوق انهم يمس بهم واحد الجريده خزعبله كاع ما عندها حتى قيمه. شكرا.